إذا لتسليط الضوء على ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس في العراق وأسبابها ومآلاتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، السلام عليكم. يعني بحسب الإحصائيات فإن قرابة نصف الشعب العراقي لا يقرأ ولا يكتب، إلى أي مدى تعكس هذه الأرقام وضع التعليم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولقناة الرافدين. هذا الموضوع حقيقة من المواضيع الأساسية والخطيرة في مسألة تحديد مستقبل العراق في هذا الجانب. المال التعليم هو أحد أركان تدمير المجتمع العراقي على مدى طويل. هناك تدمير قصير الأمد وهناك تدمير بعيد الأمد. هذا التدمير مقصود وليس عملية إهمال نتيجة لعدم كفاءة ولا حد، وإنما هو مشروع مدروس، لأنه العراق كان يمثل ركنا أساسيا من أركان العمل العلمي والقاعدة العلمية الواسعة في العراق، فيجب تدميرها وتدمير أساسها وتدمير البنى التحتية التي ممكن أن تستثمر في السنوات القادمة. ولهذا السبب أهمل التعليم إهمالا كاملا، وتعرضت العملية التعليمية في العراق إلى عدة نكسات. النكسة الأولى هو عدم كفاءة الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وإهمال التعليم بشكل متعمد. ثانيا الصراعات السياسية ما بين الأحزاب الحاكمة والجهات التي أتت في العراق مع الاحتلال وما آلت إليه من الصراعات الطائفية وما تخطط له من الابتزاز والسرقة ونهب المال العام. الجانب الآخر هو التدهور الاقتصادي لمعظم طبقات الشعب العراقي نتيجة لعدم توفر فرص العمل للخريجين وما إلى ذلك، مما أدى إلى حدوث حالة إحباط لدى الطالب. لماذا أدرس إذا كان والدي طبيب أو مهندس أو مدرس وهو لا يجد العمل؟ فإذا ما فائدة الشهادة؟ هذه هذا التلميح الذي يصل إلى التلاميذ والقرن يقول لك أنا سأجد فرصة عمل أو أترك الدراسة لكي أعمل، أفضل ما حصل شهادة وأنضم إلى طابور الذين ينتظرون التعيين بدون عمل أو طابور العاطلين عن العمل. الجانب دكتور اللي أثر كثيرا دكتور، هناك يعني حياة النزوح التي أجبر عليها أهالي بعض المحافظات أثرت بشكل واضح على التعليم في العراق، كيف يمكن تفسير ذلك؟ النازحين هي مأساة أخرى أنا كنت سأتحدث عنها وسبقتني السؤال. هذا الأمر حقيقة أصبح الآن ظاهرة عامة، لأنه من النزوح ولحد الآن تأثر التلاميذ وطلبة المدارس في هذه المحافظات. لحد الآن لم يتم استعادة أو استيعاب التلاميذ من الأماكن التي نزحت ودمرت المدارس. تعرف أنه أصبحت المدارس في ذلك الوقت هي مراكز للإيواء، ومن ثم بعد ما يسمى بين هلال التحرير تم تدمير هذه المدارس بحجة إيواء داعش وما إلى ذلك. هناك تدمير متعمد والنزوح وبحد ذاته يشكل عبء على الوالدين، عدم استقرار، لا يوجد هناك حقيقة فرصة أن يرسلون أولادهم. هناك الكثير، العدد كبير جدا يمكن من الذين تأخروا عن الدراسة 3 سنوات وأربع سنوات. الطفل اللي عمره اللي كان في عمره 6 سنوات أصبح عمره 9 سنوات أو 10 سنوات ولم يلتحق بالمدرسة. تخيل هذا الذي سيلتحق الآن كيف سيتم تعويض هذه السنوات؟ الآن النزوح مستمر، الآن في مكحول أكو نزوح أيضا لعدد كبير من السكان، وهذا النزوح متعمد أيضا لكي تستمر المأساة في هذه المناطق بدون حلول. لا توجد حلول حقيقية لهذه المشكلة وغيرها وما يتبعها من المشكلات الأخرى. يعني تهجير في فصل الشتاء في هذا الظرف القاسي بدون مدرسة بدون تعليم بدون أمل أنه يعود إلى منزله. لا تنسى هناك النازحين عدد كبير لم يعود إلى منازلهم لحد الآن. بالضبط، هناك مخيمات صحيح لا توجد فيها مدارس. فهذا الشمول إذا كان التخيل يتحدث عن مآلات في محافظة الرقاب، الناصرية، في البصرة، في مناطق أخرى،
الحقيقه يعني العمليه اصبحت عمليه شامله، ليست عمليه مجتزئه على محافظه او مدينه دون مدينه، يمكن هناك في بغداد الامور اقل دكتور عطفا على ما تفضلتم به، يعني بحسب اليونيسف تقول بأن نسبة الأطفال المستبعدين من المدارس في العراق تجاوزت 20%. بنظرة استشرافية للمستقبل، كيف ستكون تركيبة المجتمع بعد 20 سنة؟ كيف ستكون دكتور؟ هي هذا اللي أنا أتحدث عن بداية حديثي، هو هذا المشروع الذي يتم تجهيل الشعب العراقي، التجهيل المتعمد. والتجهيل المتعمد هو أحد أساليب تدمير البلد وتدمير التنمية في هذا البلد. أنت تعرف أنه العمر الاقتصادي للجيل العامل هو ما بين ال 15 وما بين ال 20 وال 40، فتخيل بعد 20 سنة عند نصف الجيل أو عدد كبير من الجيل هو أميين غير متعلمين، فإذا كيف ستكون التنمية في بلد يشكل 50% من البلد أو 40% من العمر الاقتصادي له لا يقرأ ولا يكتب أو بعيد عنه، فكيف يمكن الاستثمار هذا الأمر؟ الجانب الأخطر من هذا هو أن قيادة الجاهل أسهل بكثير من قيادة المتعلم، ولهذا سبب محاربة أهل الفكر وأهل العقل وأهل العلم، لأنه هذا أيضا جزء من سياسة الأحزاب التي أتت إلى العراق، لأن رأينا عمليات التجهيل تخدم هذه الطبقة التي أتت تلعب على عقول الناس وعلى تدمير الفكر الذي يحملونه. بالتالي المحاربة من عدة اتجاهات، يعني المواطن العراقي الآن يحارب برزقه، يحارب بأولاده، يحارب بفكره، يحارب بعقيدته، يحارب في طريقة تفكيره، فإذا هذا الحصار الذي يحيط بكل مواطن عراقي هو هذا الذي يجعل المواطن آيس من كل نعم شيء. دكتور. لا يفكر في تعليم ولا يفكر كيف ينجو من كل هذه السهام التي يتعرض لها بيته وفي شارعه وفي مصنعه وفي مصلحته وفي كل مكان. يعني القضية حقيقة في العراق قضية مأساة. نعم دكتور. يجب أن يركز عليها إعلاميا، لأن هذا هو أسس مشروع تدمير العراق لفترة أطول. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.